وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة أورفا التركية المحلل العسكري السوري العقيد عماد الدين السعيد. أهلا ومرحبا بك سيادة العقيد. بداية، مع تواصل قصف قوات النظام على الغوطة الشرقية، ما المصير المنتظر للمدينة؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. قصف الغوطة نحن كمان نعرف هي مناطق قصف التصعيد الأربعة، هي حمص وإدلب والغوطة الشرقية طبعا. نعم. فالنظام كالعادة مجرم، لا يلتزم بأي معاهدات أو مواثيق دولية. فأراد أن يضم دمشق وقطع حصار عنها من خلال الجوع، أن يضم الغوطة الشرقية إليه بعد ما نجح في الغوطة الغربية. نعم. ولكن المقاتلين هنا الموجودين في منطقة الغوطة سارعوا مباشرة إلى قطع الطريق والسيطرة على محاولة على السيطرة على إدارة المركبات، وبالتالي إلى السيطرة على الطريق اللي واصل إلى عربين لتأمين حرية التنقل وما يقول إغاثة الناس الموجودين في المنطقة. طيب، فيما يخص مقاومة المعارضة السورية المسلحة الموجودة في المدينة، برأيكم إلى أي حد يمكن أن تصمد هذه المقاومة؟ والله حاليا نحن نراهن حاليا اتصور لازم يكون في صمود جيد، خاصة بالظروف الدولية اللي حاليا، مثلا ايران الدعم الاساسي والقوة الاساسية الموجودة مع النظام، الذي يدعي النظام هو عنده جيش وما عنده جيش، هو اللي دعمته روسيا وايران بالفصائل تبعها. فحال استمرار ايران اتوقع انه ان شاء الله مقاتلينا يصمدوا اكثر ويحققوا نتائج اكثر. هذا حقيقة ما نقدر نغطيها، اما اذا اختلفت الظروف الدولية فاتصور، ولكن في صمود ان شاء الله، وان شاء الله يحققوا نتائج طيبة. طيب، فيما يخص الشأن الميداني أو الموقف الميداني للنظام السوري في معارك الغوطة، هنالك أنباء عن مقتل أعداد كبيرة من الميليشيا الداعمة لقوات النظام هناك، فكيف سيكون موقف هذه القوات؟ حقيقة النظام تكبد خسائر كبيرة جدا جدا. نعم. يعني من القادة حاليا بحدود العشرة بين برتب العميد وعقيد ولواء. البارحة من يومين 21 ضابط برتبة ملازم اول كمان قتلوا، يعني هاي من القاده تبعهم. فعم يتكبد خسائر كبيره، وهذا مبشر خير لانه المقاومه صامده وقادره على خوض الاعمال القتاليه بشكل جيد ومنظم. هناك من يرى ان النظام يسعى من خلال معاركه هذا على محيط دمشق والمناطق الاخرى فرض امر واقع يستفيد هو من في مؤتمر سوتشي، كيف ترى امكانيه ذلك؟ تماما، هو عمليه الضغط والتجويع، ورغم انه هي من مناطق خفض التصعيد اراد يفرض على الناس انه سوتشي هي الحل الوحيد، ولكن نحن نعرف كلنا قاطعة المعارضه قاطعت سوتشي، لان سوتشي هي نظام بحد ذاته، تكرس النظام، تكرس الاجرام، تكرس القتل والارهاب موجود تماما. نعم. فلذلك هو حاول بهذه الطريقه انه يضغط على المقاومه انه تقبل بسوتشي والذهاب الى سوتشي، ورفضوا، وهذا احد النتائج اللي هي معارك اللي حاليا في حرستها على الرحب 446 على اداره المركبات، وراح يكون قريب على دمشق التي تبعد بضع كيلومترات، ستكون دمشق غير مامن في حال سيطره الشباب المقاتلين على اداره المركبات وعلى الرحبه، ستكون هناك ضاحيه الاسد ومشفى تشرين العسكري سيكون غير مامن في هذا الموضوع هذا. العقيد عماد الدين السعيد المحلل العسكري السوري، كنت معنا من أورفا، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.